طبعا احنا في شهر مارس، والشهر ده معروف انه شهر المرأة زي ما بنقول، مناسبات كتيرة بنحتفل فيها بالمرأة خلال هذا الشهر. يعني عندنا 8 مارس ده اليوم الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، 16 مارس ده يوم المرأة المصرية، و21 مارس زي ما حضراتكم عارفين هو عيد الأم. الحقيقة انه مصر بتهتم بكل هذه المناسبات، وده عشان تأكد مساندتها ودعمها للمرأة المصرية العظيمة اللي دايما واقفة في ظهر بلدها في كل الأوقات يا جماعة. ده بكل تأكيد يا شاذلي، الحقيقة انه في اهتمام غير مسبوق بالمرأة المصرية، يمكن كمان نقدر نقول ان هذا العصر هو العصر الذهبي للمرأة، لانه دلوقتي احنا عندنا المرأة قاضية تجلس على منصة القضاء في مجلس الدولة، كمان بتعين في النيابة العامة، ده غير ان احنا عندنا 8 وزيرات في الحكومة. ممكن نضيف على ده كمان التمكين الاقتصادي والاجتماعي والمبادرات الكتير جدا اللي اطلقها سيادة الرئيس لدعم المرأة وصحة المرأة يا شاذلي. طبعا، وكل هذه المكتسبات يا جماعة نقدر نقول عليها ان هي اللي بنشوفها بتتحقق للمرأة هي عبارة عن انعكاس لإرادة سياسية قوية لدعم المرأة. الدولة بتعتبر انه تمكين المرأة هو واجب وطني والتزام سياسي، عشان كده طبيعي اننا نشوف كل المكتسبات السياسية والاجتماعية اللي تحققت للمرأة حتى الآن، سواء بقى طبعا في نسبة تمثيلها في البرلمان اللي وصلت 27%، أو حتى في الوظائف الحكومية بنشوف نسبة تمثيل عالية وصلت ل 45% يا جماعة. هي أنه كل ده بيعكس في النهاية حقيقة واحدة، وهي أنه المرأة أصبحت فاعلة بشكل أساسي وعندها كل المقاومات اللي تساعدها في أنها تنجح تعبر عن نفسها في كل المجالات. مبقاش زي ما كنا فاكرين أو المعتقد السائد قبل كده أن الست مكانها فقط بيتها وأنها تربي الأولاد، ده دور كبير جدا وعظيم جدا، لكن كمان المرأة عندها قدرات تانية تقدر انها تثبت نفسها بيها. مره تانية بنصبح على حضراتكم صباح الخير والسعاده عليكم، وصباح الخير يا مصر.